الست داليا الحوشي جمعت الأهل والحبايب كلهم ليلة خطوبة بنتها، عملتها في قاعة واحتفلت بنتها اللي هي أول فرحتها وبنتها الكبيرة، ما هي عندها ولدين وبنت. بنتها نورهان اللي عندها 20 سنة اتخطبت البنت ست، عملت لها ليلة جميلة ولمت الحبايب. ويريد ربنا سبحانه وتعالى إن القاعة تجمعهم برضو، بس تبقى قاعة المحكمة تلم الناس دي كلها، بس بيبقى كل واحد مكان مختلف. نورهان كانت في القفص متهمة بقتل السيدة اللي كانت عاملة لها الليلة واللي محتفلة بخطوبتها واللي كانت طايرة بيها طير، غنت لها ورقصت لها وهي فرحانة بيها بنتها الكبيرة. داليا بدأت تجهز بنتها زي أي أم، عاملة جمعيات مع زميلها، ما هي موظفة في مستشفى، عمل الجمعيات وبتقبضها عشان تجيب لبنتها حاجتها المطلوبة. وفي يوم لقت زميلتها واللي هي جارتها برضه بالسكن، قالت لها الولد اللي اسمه حسين صاحب ابنك بيروح يطلع الشقة وانتوا مش موجودين، بيبقى اللي هي موجودة نورهان. الست ما صدقتش إلا لما قالت أتأكد. وفي يوم راحت بدري فتحت الباب على أوضة بنتها ولقت البنت مع حسين اللي هو عنده 16 سنة، ما هو صاحب أخوها الصغير، ونورهان عندها 20 سنة ومخطوبة. لقيت البنت والولد في علاقة جنسية، الست طبعا اتفاجئت وطردت الولد وهزقت البنت وخدت منها الموبايل وقالت لها انك انت لو ما بطلتيش الكلام دوت هبلغ ابوكي. البنت بدل ما تفوق لنفسها فكرت تفكير ابليس ما في نفسه ما بيفكرش فيه، اتفقت مع الولد اللي عنده 16 سنة على قتل الام. ازاي؟ اتفقوا في يوم ده بعدها بأيام بسيطة جدا، يعني بعدها بيومين بالظبط، إنها تفتح له الباب وأمها نايمة وهو يسحب على أوضة النوم اللي أمها فيها ويقتلها. وفعلا دخل الولد على الأم وكانت نايمة، راح ضربها بشومة على دماغها. الست فاقت من الخبطة، جريت على الصالة تستغيث ببنتها، لقت البنت بتساعد الولد ومعاها مية سخنة، ده لقيتها على الأم وراحت جايبة سكينة للولد قالت له اذبحها. الولد حط السكينة على رقبة الأم ولكن السكينة كانت تلمة، عذبوها وطعنوها وكان قتلها لوحده جريمة لوحده. كل جريمة لها شكل لكن دي جريمة لا توصف. الست كانت بتصارع للموت وكانت ماسكة في الحياة ولكنهم ما خلوش سلاح إلا ما ضربوه فيها، كسروا عليها إزازة لما السكينة ما عدتش في جسمها، طعنوها في ظهرها وفي جسمها في كل حتة، حاجة صعبة قوي. وبعد ما اتأكدت إن أمها توفت فعلا اتصلت باخواتها وقالت لهم ان مستشفى الام بتشتغل فيها، اتصلت بيها وقالوا لها ان امها تعبانه واسبقوني وانا هحصلكم. راحوا الولدين على المستشفى ما لقوش امهم هناك، وهناك البنت كانت حصلتهم. كل ده عشان اب يجي يلاقي مراته مقتوله ومفيش حد معاها، فكر كده ان هي هتضلل العداله. ولكن التحريات والتحقيق والبحث وجدوا ان الشقه فيها تيشيرت للولد اللي اسمه حسين. استدل اخواتها الصبيان ان التيشيرت ده يخص حسين، طب ايه اللي دخل التيشيرت هنا؟ ومن هنا بدات الاتهام يتوجه ناحيه حسين اللي عنده 16 سنه واللي اعترف بالتفصيل بكل شيء، واللي البنت اتفقت معاه وان كان في علاقه بينه وبين البنت، وان البنت حبت تتخلص من امها، وتفاصيل الجريمه كلها اللي هي جريمه البشعه اللي هم عملوها. تم احاله البنت لمحكمه الجنايات وكان في مرافعه للنيابه، وصفت البنت انها حيه والحياة من نوعها اللي هي لما بتدفع بتورث أقرب الناس ليها، وإن الحياة هتبقى أفضل لو هي غابت عنها. لن نسمع أبدا عن حيوان يقتل أمه. وبالفعل بإجماع الآراء صدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها العادل بإحالة أولياء البنت نورهان خليل إلى فضيلة المفتي تمهيد للحكم بإعدامها. قررت المحكمة إحالة أوراق القضية للسيد الدكتور فضيلة مفتي مصر العربية في شأن المتهمة نورهان خليل محمد عبد الله.